ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى صبري، دكتوره صيدليه مهتمه بمجال العنايه بالبشره والشعر. وما تنسيش لو انت جديده في القناه واول مره تشوفيني، دوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من قناتي اول باول. هنتكلم النهارده عن مشكله مهمه جدا وبيعاني منها اغلب الشعب المصري تقريبا، وهي الانيميا. مين يعني ما عندهوش دايما دوخه، صداع، زغلله، ساعات كتيره ضربات القلب بتبقى مش منتظمه، كمان بتبقى فيه شحوب في بشره الوش، وكمان تساقط شعر وهالات سودا. كل دي في الغالب بتبقى اعراض انيميا. ولكن المشكله ان الشائع ان الانيميا خلاص يبقى لازم هروح اخد قرص حديد، بس ده مش شرط، ومش دايما انيميا بسببها نقص الحديد. علشان كده النهارده هنتكلم عن انواع الانيميا ازاي، وايه التحاليل المناسبه المفروض نعملها علشان نحدد نوع الانيميا اللي عندنا، وامتى نروح للدكتور، وامتى نقدر نعالج نفسنا عادي ونجيب دواء من الصيدليه. لو عايزين تشوفوا كل ده تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه اصلا يعني ايه انيميا؟ انيميا ككلمه معناها فقر الدم، يعني الدم هنا في ماده معينه فقيره فيه اللي هي كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي وظيفتها انها تنقل الاكسجين اللي احنا بنتنفسه وتوديه لباقي خلايا الجسم علشان يشتغل، يعني هتوديه للمخ علشان نركز ونبقى يعني كويسين، توديه للقلب علشان يقدر يقوم بوظيفته ويضخ الدم، هتوديه للشعر علشان يطول ويبقى وما يقعش. كل الكلام ده هو اللي بيعمله كرات الدم الحمراء اللي بتنقل الاكسجين ده. طيب فلما المشكله بقى بتحصل من ايه؟ انا عندي مثلا ممكن يكون في عنصر من العناصر المهمه اللي بتصنع منها كرات الدم الحمراء دي مش موجوده، زي مثلا الحديد، زي فيتامين بي 12، وزي حمض الفوليك. لو حاجه منهم ناقصه ما بناخدهمش كفايه من الاكل بتاعنا، هيسبب عندي مشكله في تكوين كرات الدم الحمراء دي ويحصل عندي الانيميا. طيب ممكن يكون في سبب تاني، ممكن تكون بتتكون بس بفقدها بنسبه كبيره، زي مثلا لو حد عمل حادثه وحصل نزيف مثلا اثناء دوره شهريه. في ناس بتجيلهم مثلا بصوره كبيره بصوره غزيره او لايام فترات طويله، كده بتفقد برضو دم. او مثلا حد عنده مثلا مشكله في البواسير، حد عنده مشكله في قرحه المعده وينزل الدم مع الحمام بتاعه، ده برضو هيعمل فقد في الدم وهيعمل انيميا. في كمان بقى انواع تانية مثلا بتبقى وراثيه او مناعيه اكتر، زي انيميا البحر المتوسط وانيميا الفول. وفي في انواع تانية بتبقى مثلا مشكله في النخاع العظمي اللي هو المصنع بتاع كرات الدم الحمراء، زي الناس اللي عندها بعد شهر كانسر وامراض كتيره لمفاويه، دول ممكن يبقى عندهم مشكله في التصنيع نفسه. طيب انا بقول الانواع الكتير دي كلها ليه؟ احنا طبعا الحاجات دي كلها الدكتور هو اللي هيعرفها، فحوصات طبيه كبيره، بس انا بقول لكم كده علشان نبقى عارفين. مش اي انيميا معناها نقص حديد. في ناس بتقعد تتعالج وتاخد قرص حديد لفترات طويله وهي اصلا ما عندهاش مشكله في الحديد، تفضل الانيميا مكمله. طيب دلوقتي لو انا في البيت مش عايزه اروح للدكتور وعايزه اتاكد واطمن هل انا عندي انيميا ولا لا، اعمل ايه؟ هنعمل ابسط حاجه وهي تحليل لصوره دم كامله او سي بي سي، وهنبص على كلمه هيموجلوبين او بنلاقيها دايما في اختصار في التحاليل اتش بي. احنا ممكن نشوف النتائج دي عملي، يعني هنبص هنا على التحليل ده انا كنت عاملاه تقريبا من شهرين. في هنا كلمه فوق اسمها هيموجلوبين، شايفين الكلمه دي؟ هي دي اللي هنبص عليها. دايما بيكون في كل معمل بيختلف النتيجه بتاعته او الرقم الصح بتاعه، يعني هنلاقي هنا ما بين قوسين الرقم الصح اللي المفروض يبقى النسبه بتاعتي عنده. هنا مثلا مكتوب من 11.7 ل 15.5، دي نسبه، ده رقم معاك من اول 11.7 لحد 15.5. لو اقل من كده يبقى انا كده عندي مشكله وعندي انيميا. انا هنا كان عندي 9.8، ده طبعا اقل من النسبه المطلوبه، يبقى انا كده عندي انيميا. طيب بعد كده بقى بنعمل ايه؟ احنا كده بصينا على الهيموجلوبين ولقينا ان انا هو ناقص وفي انيميا. المفروض نبتدي نبص على حاجه اسمها MCV، او دي بتقيس حجم كرات الدم الحمراء. دي بتبقى بس حاجه كده ايه، احتماليه، يعني مثلا الرقم ده لو قليل يبقى انا كده اللي ناقص عندي حديد، ولو عالي يبقى ناقص عندي فوليك اسيد او فيتامين بي 12. الام سي في دي زي ما اتفقنا مكتوبه هنا اهي، دي تعتبر حجم كرات الدم الحمراء. المفروض الرقم الطبيعي بتاعها بيبقى من 80 ل 100. طيب انا دلوقتي لو لقيت الدنيا عندي قليله مثلا 80، اقل قريب من 80، يبقى انا كده عندي مشكله بنسبه كبيره في مخزون الحديد عندي، او الحديد عندي قليل. اما لو كانت اعلى من 100 هتبقى هنا غالبا برضو المشكله في الفوليك اسيد او لو حمض الفوليك او فيتامين بي 12. طيب هل ينفع برضو؟ في ناس بتكتفي لحد الخطوه دي ويقول لك خلاص ده ناقص ام سي في قليل واخد حديد، بس الاحسن والافضل ان احنا نعمل تحليل نسبه الحديد في الدم علشان هو ده اللي هيبين الصح، لان ممكن يكون في اسباب تانية، ولان برضو الحديد عمال على بطال دي حاجه مش كويسه.
يبقى احنا كده اتفقنا خلاص، بصينا على الهيموجلوبين لقيناه قليل هنبص على الام سي في، لو لقيناها اقل من 80 او حوالي 80 هنروح اعمل واشوف نسبه الحديد في الدم، لو لقيناه اعلى من 100 يبقى انا هروح وابص على نسبه حمض الفوليك او فيتامين بي 12 في الدم. طيب لحد الخطوه دي المفروض انك تروح للدكتور لو لقيت عندك انيميا. طيب برضو لو انا مش قادر وعايز اعالج نفسي في البيت وشفت فعلا وعملت تحليل ولقيت عندي النقص حديد، هنبتدي نتكلم بقى عن اشهر، مثلا هديكم سالين او ثلاثه من الدكاتره بيكتبوهم على طول. عندنا اول يعني هنتكلم عنه هو الفيروجلوبين. الفيروجلوبين ده العلبه فيها 30 قرص تقريبا، سعرها 66 جنيه هتكفيك الشهر. الفيروجلوبين ده هو مش فيه حديد بس، هو كمان فيه زنك ونحاس وحمض الفوليك وفيتامين بي 12 وفيتامين بي 6. في كمان نوع تاني بيتكتب كتير برضو اللي هو الفيريترون. الفيريترون ده هو يعتبر غالي شوية لانه 53 او 54 بس فيه 20 قرص بس. بس الفكرة بتاعته هو نسبة الحديد فيه بصراحة قليلة يعني اقل من الفيروجلوبين بكتير، بس هو معاه حاجات تانية مهمة، معاه البيوتين ومعاه فيتامين سي ومعاه حمض الفوليك برضو وفيتامينات بي 12 كتيرة ونحاس وزنك وحاجات كتيرة يعني مفيدة. طيب لو دول برضو يعتبروا غاليين شوية، في نوع تاني انا بحبه جدا وانا نفسي يعني اخدته اللي هو ده اسمه الفيتا فيرول. ده نسبة الحديد اللي فيه قد الفيروجلوبين تقريبا 4 مرات، يعني هو فيه حديد كتير جدا، هو سعره رخيص. العلبة دي سعرها 27 جنيه وفيها 30 قرص، يعني هتكفيك الشهر كله، يعني اليوم واحد يعني واقف اقل من جنيه. وكمان هي مش فيها حديد بس، نسبة الحديد فيها عالية طبعا زي ما اتفقنا، وفيها كمان حمض الفوليك وفيها زنك وفيها منجنيس وفيها كمان فيتامين بي 12 وكمان فيها فيتامين سي. يبقى ده كده لو حد عايز يجيبه ده كويس جدا زي ما اتفقنا ب 27 جنيه وهيكفينا الشهر كله. الجرعة بتاعت الحديد دي بقى هتبقى ازاي؟ هنبقى ناخد كبسولة واحدة بس كل يوم بعد الفطار. في بقى شوية نصايح مهمة علشان الفكرة مش بس في ان انا اخد الكبسولة دي او ناخد الحديد، لازم كمان الامتصاص بتاعه يبقى كويس من المعدة. فمهم قوي انك ناخد معاه حاجة فيها فيتامين سي. الحاجة دي زي ايه؟ زي مثلا كوباية عصير ليمون باردة او برتقانة، او حتى ممكن ناخد فيتامين سي في شكل فوار او اقراص. كمان مهم قوي ان احنا نبعد عن الشاي واللبن على الاقل ساعتين ما بينهم وما بين اقراص الحديد، ما نشربش شاي او لبن بعديها لمده ساعتين. كمان مهمه للناس اللي بتاخد ادويه الحموضه او ادويه المعده زي مثلا الزنتاج والرانيتيدين والروني والكونترلوك والبيبزول، كل الكلام ده هم يبقوا عارفين الادويه دي. يفضل ما ناخدهاش مع اقراص الحديد، نفصل بينهم لان الادويه دي برده بتقلل حموضه المعده فبتقلل امتصاصه. حاجة كمان طبعا قرص الحديد معروفة انها تتعب المعدة شوية، هي طبعا افضل حاجة انها تتاخد على معدة فاضية، بس طبعا لو عملنا كده هيبقى في تعب شديد ومغص وحموضة، فالافضل ناخدها بعد الفطار. كمان طبعا معروف عنها انها بتعمل امساك، فنصيحة ناخد طبق سلطة كبيرة كل يوم. كمان لو اخدنا كوباية لبن بالليل ده كله هيساعد ان ما يحصلش اي امساك ان شاء الله. حاجة كمان مهمة ان قرص الحديد عامة اثناء ما انتوا بتاخدوها هتلاحظوا في تغير في لون الحمام، هتلاقوه لونه اسود، ده حاجه طبيعيه علشان بس محدش يتخض، ده نتيجه الحديد اللي انتوا بتاخدوه. القرص دي بقى هنستمر عليها قد ايه؟ هنستمر عليها لمده 3 شهور، بعد كده نبتدي نتابع تاني ونعمل تحليل تاني ونشوف نسبه الحديد في الدم وصلت لحد ايه. في ناس تانية بيبقى عندهم الموضوع سيء شويه، الهيموجلوبين ممكن يكون واصل لسبعه ولثمانيه، ودول الدكاتره بيكتبوا لهم على حقن او حديد يتعلق على المحاليل او سواء حقن عضل، بس طبعا ده لازم يكون بامر الطبيب وده بيكون اسرع شويه في رفع نسبه الحديد. في ناس كمان تانية بيبقى عندها نسبه الانيميا بسيطه، يعني مثلا عندهم 11 11 وشويه 10 ونص، دول ممكن نظبط الموضوع ده بالاكل الكويس الغني بالحديد. الاكلات دي مثلا زي الكبده سواء كبده الفراخ او كبده الحيوانات، كمان زي العسل الاسود معلقه واحده الصبح فيها حوالي 15% من احتياجاتنا اليوميه من الحديد، كمان من السبانخ من البنجر ومن التفاح وكمان من فول الصويا والعدس البني. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي اول باول. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في جروب الفيسبوك وكمان فولو الاكونت الانستجرام علشان اقدر ارد عليكم على كل اسئلتكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.